إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. لا يبطل الجهاد جور جائر، ما أحد يمنع الجهاد، يقول ما فيه جهاد، ما فيه جهاد، الإسلام ما هو بدين قتال. هل الآن يقولون هذا، يقولون الإسلام ما هو بدين قتال ولا هو دين سفك دماء. نقول نعم، الإسلام ما هو بدين سفك دماء، ولكن الإسلام دين جهاد لأجل مصلحة البشرية، ما هو لأجل سفك الدماء، وإنما هو لمصلحة البشرية. والله جل وعلا يقول في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من رحمة الله بالعالمين الجهاد لإنقاذهم من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان. فنحن لا نقاتلهم طمعا في أموالهم أو في دمائهم أو في بلادهم، إنما نقاتلهم لنشر الإسلام، وهو من مصلحتهم، دخولهم في الإسلام من مصلحتهم، هم يموتون على الإسلام ويدخلون الجنة، لحين لو تركوا وماتوا على الكفر دخلوا النار. فالجهاد هو لمصلحة الكفار أكثر، لأن فيه إنقاذا لهم من الكفر ومن النار ومن الجهل ومن الضلال. شوفون ثمرات الجهاد في المشرق والمغرب، ماذا أنتجت من الخير، ماذا أنتجت من نشر العلم، من نشر التوحيد، من انتشار الإسلام وقمع الظلم. نعم.